الرئيس السيسي يعلن التوافق مع نظيره القبرصي على تدشين منتدى أعمال مشترك. جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة. عقب زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة، تايبيه تعلن رصد سفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة. الثامنة صباحا السادسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، والبداية من العلاقات المصرية القبرصية. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات منفردة بقصر الاتحادية مع رئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين ثمنا التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مطرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة. كما توافق الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي على تدشين منتدى أعمال مشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس نيكوس خريستودولتوس رئيس جمهورية قبرص، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لا سيما في مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائي، فضلاً عن مواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا التشاور المكثف حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والتي تعد نموذجاً يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، مع تأكيد دلالة اختيار الرئيس القبرصي للقاهرة كوجهته الخارجية الأولى للمنطقة منذ انتخابه في فبراير الماضي، وهو ما يعكس الحرص على استمرار الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية، أعرب الرئيس السيسي عن سعادته البالغة باستقبال الرئيس القبرصي والترحيب بزيارته الأولى لمصر بعد انتخابه رئيسا لقبرص، مشيدا في ذات السياق بإسهامات الرئيس القبرصي المقدرة خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. اسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي البالغة باستقبالكم اليوم في القاهرة وترحيبي بزيارتكم الأولى إلى مصر كرئيس جمهورية قبرص الصديقة، وتقديري البالغ لأن تكون مصر هي وجهتكم الإقليمية الأولى عقب انتخابكم كرئيس لبلادكم، وهو الأمر الذي يعكس حرصنا المشترك على العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا وشعبينا الصديقين. واسمحوا لي يا فخامة الرئيس أن أشيد في هذا السياق بإسهاماتكم المقدرة خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا من مختلف مواقع المسؤولية التي شغلتموها سابقاً، كما لا يفوتني كذلك الإشادة بالإسهام القيم للرئيس السابق نيكوس إناستا السادس في تعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا وبما قام به من جهد صادق في هذا الصدد على مدار 10 سنوات. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه استعرض مع الرئيس القبرصي مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتم الاتفاق على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما تم التوافق على استمرار تنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد أكد الرئيس السيسي على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، وكذلك على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف. انطلاقا من حرصنا على تقوية شراكتنا التالية الثنائية، فقد استعرضت مع فخامة الرئيس خلال مباحثاتنا اليوم مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واتفقنا على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة بهدف تحقيق نقلة نوعية في كافة جوانب التعاون الثنائي، وعلى رأسها التعاون في قطاع الطاقة بما يشمل مشروع الربط الكهربائي ونقل الغاز القبرصي لمحطتي الإسالة في مصر، أو التعاون في أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري ودعم التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلاً عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة. كما توافقت مع فخامة الرئيس القبرصي على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا الصدد أكدت لفخامة الرئيس على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والبيئة الإقليمية لكل دول المنطقة. كما أكدت لفخامته كذلك على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعم مصر لمساعي تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن. وأكد الرئيس السيسي أنها اتفق مع الرئيس القبرصي على أهمية الإعداد الجيد للقمة القادمة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، والتي سيسعد مصر أن تستضيفها خلال العام الجاري. لقد كان لقاؤنا اليوم كذلك فرصة مواتية لتأكيد تثميننا للشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ولما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة. ومن ثم اتفقنا على أهمية الإعداد الجيد للقمة القادمة لآلية التعاون الثلاثي، والتي سيسعد مصر أن تستضيفها خلال العام الجاري. وأوضح الرئيس السيسي أنه توافق مع نظيره القبرصي على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، مع التشديد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الرئيس السيسي لنظيره القبرصي ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل دفع جهود تسوية نهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، وشددنا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت لفخامة الرئيس ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل دولتين. وأكد الرئيس السيسي أنه أطلع نظيره القبرصي على مساعي مصر المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد. كما أطلعت فخامة الرئيس القبرصي على مساعينا المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة وعلى جهودنا المتواصلة للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية جنبا إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه. من جانبه أكد الرئيس القبرصي أن بلاده تعمل على تعزيز الشراكة مع مصر، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل. وخلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي، أكد رئيس قبرص على أن بلاده تدعم بقوة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أشاد بدور مصر الكبير في وقف الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنها تستضيف 7 ملايين لاجئ، كما أكد أن مصر لها دور كبير وفاعل في حل القضية الفلسطينية. شهدت العلاقات بين مصر وقبرص تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي، حيث حرص الرئيس على تعزيز التعاون مع قبرص واليونان أيضا في ظل آلية التعاون الثلاثي. نتابع المزيد في سياق العرض التالي. علاقات وثيقة هي التي تجمع بين مصر وقبرص، تقوم على تمازج حضاري يميز العلاقة بين الشعبين المصري والقبرصي، حيث تجمعهما روابط حضارية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر التاريخ، فيما تميزت العلاقات السياسية بين البلدين بتنسيق المواقف بينهما حيال القضايا المختلفة والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية. وقد ازدادت تلك العلاقات متانة في عهد الرئيس السيسي، وهو ما عكسته تهنئته لنيكوس خريستودوليدس الرئيس المنتخب الجديد لقبرص، حيث أكد الرئيس السيسي أن العلاقات المصرية القبرصية كانت وستظل علاقات تاريخية ممتدة تتأسس على قاعدة صلبة من التمازج الحضاري، فضلا عن المصالح الاستراتيجية المتبادلة. وفي ظل ما تتسم به العلاقات المصرية القبرصية من خصوصية وتميز، زار الرئيس السيسي قبرص عدة مرات بحث خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف السياسية بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واقتصاديا، أسهم تعزيز العلاقات بين مصر وقبرص في تحقيق معدلات إيجابية، سواء فيما يتعلق بقيمة التبادل التجاري أو من خلال الاستثمارات بين البلدين ومجالات التعاون المختلفة. كما ترتبط مصر وقبرص بعدد من الاتفاقيات التي تستهدف تحسين وتعزيز العلاقات الاقتصادية، من أهم تلك الاتفاقيات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي تم توقيعها في 2014. وفي العام نفسه جاء تدشين آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، ليعطي دفعة كبيرة لتلك العلاقات بما تمثله تلك الآلية من محفل استراتيجي للتنسيق والتعاون المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث. وتأكيدا على عمق الأواصر، دشنت مصر وقبرص إلى جانب اليونان في 2017 مبادرة إحياء الجذور، والتي تهدف إلى توثيق العلاقات بين الدول الثلاث، لتعكس تلك المبادرة ما يربط الدول الثلاث من علاقات تعاون متميزة وصلت إلى مستوى غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وأصبحت تمثل نموذجا للتعاون البناء بين دول المتوسط. علاقات متميزة تربط بين مصر وقبرص، كما شهدت العلاقات السياسية بين البلدين توافقا كبيرا حيال العديد من القضايا في المحافل الدولية والإقليمية. نتابع المزيد في العرض التالي مع الزميل رامي الحلواني. أهلا بكم. ترتبط مصر وقبرص بعلاقات قوية ومتميزة تقوم على أرضية صلبة من التمازج الحضاري الذي يميز علاقات الشعبين المصري والقبرصي تاريخيا. فمصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية قبرص فور استقلالها، وتبادل البلدان العلاقات الدبلوماسية منذ عام 1960. كما تميزت العلاقات السياسية بين مصر وقبرص بتنسيق المواقف بينهما حيال القضايا المختلفة والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية. وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في 2014، شهدت العلاقات المصرية القبرصية تطورا كبيرا. الرئيس السيسي هنأ نيكوس خريستودوليدس الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية قبرص على نيله ثقة الناخبين القبرصيين، مؤكدا أن العلاقات المصرية القبرصية كانت وستظل علاقات تاريخية ممتدة تتأسس على قاعدة صلبة من التمازج الحضاري والتبادل الإنساني الغني والقيم الرفيعة، فضلا عن المصالح الاستراتيجية المتبادلة بحكم القرب الجغرافي والتعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في جوارنا الإقليمية. الرئيس السيسي التقى أكثر من مرة الرئيس القبرصي وقت أن كان وزيرا للخارجية، كان منها لقاء في القاهرة في عام 2021. أكد خلاله الرئيس السيسي العلاقات الثنائية الاستراتيجية الراسخة والآخذة في التنامي بين مصر وقبرص في جميع المجالات، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلا عن لقاء آخر في عام 2018. واقتصاديا، عززت مصر في السنوات الأخيرة من علاقاتها بقبرص وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق معدلات إيجابية سواء فيما يتعلق بقيمة التبادل التجاري بين البلدين، والتي تحسنت عام 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 أو من خلال الاستثمارات بين البلدين ومجالات التعاون المختلفة. بلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 57.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2020-2021، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص إلى 113.9 مليون دولار. أما قيمة الواردات المصرية من قبرص فقد بلغت 10.6 مليون دولار، وذلك خلال عام 2020. وترتبط مصر وقبرص بعدد من الاتفاقيات التي تستهدف تحسين وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ومن أهم تلك الاتفاقيات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي تم توقيعها عام 2014، وهي الاتفاقية التي لها أهمية كبيرة للطرفين، فضلا عن توضيحها للحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين. وفي العام نفسه دشنت مصر وقبرص إلى جانب اليونان آلية التعاون الثلاثية، وهي الآلية التي أسهمت في تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث على مختلف الأصعدة وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تبادلت البلدان الثلاث على استضافة جلسات القمة الثلاثية. وفي إطار السعي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في البحر المتوسط، وقعت مصر في عام 2018 على أول اتفاقية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي إلى منشأة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر. في عام 2019 تم تدشين منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة 7 دول من بينها مصر وقبرص، وهو المنتدى الذي تحول إلى منظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة. أما على المستوى العسكري فترتبط القوات المسلحة المصرية والقبرصية بعلاقات شراكة استراتيجية، ولعل التدريب العسكري ميدوزا أكبر دليل على حرص البلدين على تبادل الخبرات ورفع الكفاءة القتالية لقواتهما. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأبرز مجالات التعاون بين مصر وقبرص. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. وتتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص في السنوات الأخيرة في دفع جهود زيادة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والربط الكهربائي وتنفيذ مشروع خط الأنابيب من حقل أفروديت القبرصي بمحطات الإسالة المصرية. نتابع المزيد في العرض التالي. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا للاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية، وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة. وفيما يتعلق برصيد القمح، فإن مخزونه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.3 شهر، علما بأن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتبارا من الشهر الجاري، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو 3.5 شهر، وهناك كميات تم التعاقد عليها. كما يغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 7.5 شهر. أعلن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وخلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية أكد أن التعاون بين مصر واليونسكو مهم جدا في عدة مجالات. الزميل العزيز الدكتور خالد العناني، الأستاذ الجامعي الجليل ووزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو اليونسكو للفترة اللي هتبقى تبدأ من 2025 إلى 2029. والحقيقة هذا الترشيح جاء نتاجاً لما خلصت إليه أعمال اللجنة الوطنية اللي كانت حقيقة تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 22، وضمت ممثلين من كل الوزارات المعنية لدراسة فرص فوز مصر بهذا المنصب وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين. والحقيقة قد خلصت اللجنة في ختام أعمالها إلى ترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني للمنصب، وهو ما تم اعتماده اليوم في جلسة مجلس الوزراء. والحقيقة طبعا يعني اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع بيأتي استنادا للمؤهلات التي يحوزها وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة في مجالات عديدة، فضلا عن إسهاماته الكبيرة والقيمة على الصعيدين الوطني والدولي في مجالات العلوم والتربية والثقافة، والتي يعني تعد نتاج لخبراته اللي تمتد لأكثر من 30 سنة في مجالات التدريس الجامعي والبحث العلمي وعلوم المصريات والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بخلاف طبعا أنشطته وإسهاماته بالعديد من كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية العلمية سواء داخل أو خارج مصر. كما أكد رئيس الوزراء أن مصر تقوم بدور نشط وفعال في منظمة اليونسكو، مشيرا إلى أن مصر ساعدت في المبادرات التابعة لمنظمة اليونسكو. وأعلن مدبولي عن توجيهه لكل الوزارات المعنية لدعم الترشيح المصري للمنصب، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة على نحو يعظم من فرص فوز مصر بهذا المنصب الرفيع. مصر تولي اهتمام خاص باليونسكو وتقوم بدور نشط وفعال في المنظمة منذ عقود، فقد ساهمت خاصة خلال السنوات القليلة الماضية في صياغة العديد من المبادرات الدولية والإقليمية التي تقع في إطار ولاية المنظمة، والتي تهدف إلى إعلاء قيم احترام الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب. كما تقدمت مصر بالعديد من القرارات الهامة في مجالات حماية التراث المادي وغير المادي. ففيما يتعلق بمحاربة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، نجحت مصر في نوفمبر 2019 خلال فترة رئاستها للجنة الفرعية لاتفاقية عام 1970 في اعتماد يوم 14 نوفمبر من كل عام يوما عالميا لمحاربة هذه الظاهرة. وساهمت مصر كذلك عام 2020 في إطلاق برنامج رائد لدعم أحقية الدول الأفريقية في استرداد كافة ممتلكاتها الثقافية المنهوبة، فضلا عن مشاركتها في صياغة قرارات ومبادرات في مجالات علمية أخرى بالمنظمة، وعلى رأسها طبعا القرار الخاص بتفعيل دور اليونسكو في مجال المحيطات، والذي صاغته مصر قبيل استضافها للمؤتمر ال27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أو الكوب 27 اللي مصر كانت استضافتها طبعا العام الماضي. وعلى ضوء الحقيقة الاعتبارات السابقة والتي جميعها تعزز من قرار الترشح وتفسر واجهته، فيعني الحقيقة النهاردة يعني صدرت توجيهات لكل الوزارات المعنية لدعم الترشيح المصري وتوظيف الإمكانيات المتاحة كلها للترويج له على النحو الملائم، فضلا عن تكثيف التحرك والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة على نحو يعظم من فرص فوز مصر بهذا المنصب الرفيع، استعدادا للانتخابات اللي هيبقى مقرر الحقيقة إجراءها بمقر المنظمة بباريس عام 2025. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة بطلب أردني فلسطيني مشترك وبالتنسيق مع الإمارات والصين بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية باترا. اقتحمت القوات الإسرائيلية مجددا المسجد الأقصى لإفراغه من المصلين والمعتكفين داخله، وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل صوت لتفريغ المسجد من المصلين واعتدت على بعضهم، وذلك في أعقاب مواجهات بين القوات الإسرائيلية والمعتكفين في المسجد فجر الأربعاء أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين. قالت الرئاسة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي عازم على الاستمرار في تدنيس المسجد الأقصى المبارك وخلق مناخ للتصعيد وعدم الاستقرار والتوتر. وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن ما حدث في المسجد الأقصى من اعتداء على المصلين والذي يأتي استكمالا للاعتداءات الوحشية الإسرائيلية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تريد جر المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار. أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين العزل في المسجد الأقصى المبارك. وفي بيان صدر في ختام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة مصر بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على حرمة المسجد الأقصى المبارك والتي تشكل انتهاكا صارخا، أكد المجلس رفضه وإدانته لكافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة، كما أكد على حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن وغير المقيد لأماكن عبادتهم. أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد مصطفى عرفي أن إسرائيل انتهكت بشكل خطير حرمة المسجد الأقصى في تحد سافر، وكانت الأردن قد أعلنت أنه بالتنسيق مع مصر بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دعت إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك. أكد مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح أن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين القائمين جاء لإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى. وأضاف في تصريحات خاصة لأكسترا نيوز أن الاجتماع هدفه صياغة موقف عربي موحد ضد الحادث. كما تعلم هذا الاجتماع جاء بشكل عاجل وبشكل طارئ عقب الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك ليلة أمس. هذا الاجتماع كما قلنا لم نأتي لكي ندين، الجميع أدان، ولم نأتي لكي نطلع فالجميع على اطلاع كامل، وإنما جئنا من أجل صياغة وصناعة موقف عربي واحد موحد مشترك، وفعلا هذا متوفر وموجود، وأن يتم التنسيق مع المجتمع الدولي والدول ذات التأثير الكبير في المجتمع الدولي للجم هذه الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد لممارسات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة، وأيضا من أجل وقف الإجراءات الإسرائيلية وحديث الجانب وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني. وهنا أنا أشكر الرئاسة، رئاسة الجلسة المتمثلة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأشكر المملكة العربية، المملكة الأردنية الهاشمية على الدعوة والتنسيق لهذا الاجتماع، وأشكر كافة الدول العربية الشقيقة التي حضرت وعبرت عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وإدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجرائم البشعة التي ترتكب يوميا ضد الشعب الفلسطيني. أدانت مصر بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين بمن فيهم من النساء، وذلك في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية. واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة تؤجج مشاعر الغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم، مطالبة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكنا آمنا في أيام شهر رمضان المبارك. وحملت مصر إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، مطالبة بتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. بعث المندوب الدائم لدى دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور 3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر روسيا ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مواصلة إسرائيل تأجيج الحساسيات الدينية والمخاطرة بانفجار داخلي مدمر مع استمرار العنف ضد المصلين الأبرياء في المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وأيضا دعا منصور المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن إلى إدانة هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومطالبا إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بوقف جميع هذه الأعمال غير القانونية والخطيرة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات التي تم التوصل إليها. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش عن صدمته وذهوله إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الأمن الإسرائيلية بحق مصلين فلسطينيين داخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة. وقال ستيفن دوغريك المتحدث باسم جوتريش أن الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حدثت في فترة مقدسة بالنسبة لكل من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي فترة يجب أن تكون للسلام واللا عنف. أبدى الاتحاد الأوروبي استياءه من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بالحفاظ على الوضع القانوني للأماكن المقدسة. وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب مجريات الأحداث في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. أعرب البيت الأبيض عن قلقه البالغ حيال أعمال العنف التي شهدتها الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة، وحض جميع الأطراف على تفادي تصعيد إضافي. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: ينبغي أكثر من أي وقت أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معا للحد من هذه التوترات وإعادة الهدوء. أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق موسكو من تطور التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما يهدد بالانتقال إلى مواجهة مسلحة واسعة النطاق. وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن ما يحدث يثير عزاء جميع أديان العالم، معربة عن قلق بلادها البالغ إزاء التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة أن موسكو تشدد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تهدئة الموقف بشأن المسجد الأقصى في القدس وقطاع غزة في أسرع وقت. اختارت صحيفة سيدني مورنينج هيرولد الأسترالية صورة لعرض تنورة في شارع المعز خلال شهر رمضان ضمن أفضل الصور في العالم. وأشارت الصحيفة إلى أنها اختارت أفضل الصور من وكالات الأنباء العالمية بحسب اختيار محرري الصور لديها. وأتت في المرتبة الأولى صورة راقص تنورة في عرض تقليدي خلال شهر رمضان المبارك في شارع المعز بالقاهرة. نشرت شركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه التعرف على العناصر داخل الصور، إلى جانب مجموعة بيانات من التعليقات التوضيحية على الصور قالت إنها الأكبر من نوعها على الإطلاق. وقال قسم الأبحاث في الشركة إن نموذجها يمكنه تحديد العناصر الموجودة في الصور ومقاطع الفيديو، حتى إذا لم يكن قد تعامل مع تلك العناصر خلال تدريبه. أقيمت قرعة دورة الثمانية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، التي أسفرت عن مواجهة الأهلي نظيره رجاء المغربي في ربع النهائي، بينما يواجه الوداد المغربي نظيره سامبا التنزاني، ويلعب شباب بلوزداد الجزائري أمام صن داونز الجنوب أفريقي. أما الترجي التونسي فسيواجه شبيبة القبائل الجزائري. كما أسفرت قرعة الكونفدرالية عن مواجهة فريق بيراميدز لنظيره مارمو جالانس الجنوب أفريقي. كما أسفرت القرعة عن مواجهة عربية بين فريقي اتحاد العاصمة الجزائري والجيش الملكي المغربي. فاز فريق الأهلي على نظيره غزل المحلة ب3 أهداف دون رد ضمن لقاءات الأسبوع 23 للدوري الممتاز. وفي الدقيقة 42 اللاعب مصطفى العوش سجل الهدف الأول للأهلي بالخطأ في مرماه، ثم سجل التونسي علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، وجاء الهدف الأخير عن طريق محمد شريف في الدقيقة 91. وبهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري ب47 نقطة، بينما يتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 30. حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة بيراميدز والمقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 40، بينما رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 34. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، والآن تذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يعلن التوافق مع نظيره القبرصي على تدشين منتدى أعمال مشترك. جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة. عقب زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة، تايبيه تعلن رصد سفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الQR كود الظاهر على الشاشة. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا الاء_شتا، إلى اللقاء.